ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة وما زلنا مع الفقرة الطبية. الفقرة المهمة اللي بتهم الكتير من الناس اللي طبعا بتحب الأكل ومش عارفة تعمل دايت ولا تقلل أكلها، لأن إحنا مهم بالنسبة لنا جدا في مطبخ في مهارات عظيمة إننا ناكل اللي نفسنا فيه، وفي نفس الوقت الناس كمان اللي وزنها زيادة يقدروا إنهم ينزلوا في الوزن ويتخلصوا من الوزن الزيادة. هل الكلام ده حقيقة؟ خلينا نعرف الكلام ده من ضيفتي المقراني مشرفاني النهارده الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشر. اهلا يا دندو. اهلا بيك يا عظيمه. ايه يا دودو ده؟ وحشتيني، كنت وحشاني جدا جدا. وانت كمان يا نور عيني. اي نعم، احنا ساعات بنلتقي في الكواليس كده. أيوة. وصح واخر مره فطرنا سوا بس. أيوة. هي النهارده بقى جيتي على غدا النهارده. شايفه حاجات. انا شايفاكي رسمه على الرز وقلتي مش هحلي، انا هاكل رز. خلاص بقى ناكل انا وانت حبيبتي. طبعا منوراني حبيبتي. موضوع مهم لان كل الناس احنا في مرحله دلوقتي فصل الشتاء. فصل الشتاء بالنسبه لنا كفصل غصب عننا اكلاته يعني بتاكل اولا ودسمه. صح. ثانيا هو الفتره بتاعت النهار فيه يعني طويله قوي. فاحنا طبعا بنحس وقت طويل جدا بيمر علينا، محتاجين ناكل وندعم بسناكس وحاجات. محتاجين حاجات دافية تدينا طاقة طبعًا. لأن غصب عننا بنبرد، فكل شوية رايحين جايين على التلاجة. أيوة. الفكرة دي إن احنا نعمل المعادلة دي، هل فعلا المعادلة دي صعبة إنها تتحقق ولا سهلة في الأول؟ مشكلة الشتاء فعلا بيتخن قوي. ومش بس بقى الصبح، الليل كمان في الشتاء طويل. وبالليل طول ما احنا بردانين نخش على التلاجة نسخن الطبيخ اللي أكلناه. أيوة. ناكله بالليل وننام. ومشروبات كمان دسمة بتاعته طبعا، والمشروبات شوكلت بقى وسحلب وحاجات طبعا طبعا. ومشكلة السمنة مشكلة كبيرة، وأعتقد أنا بسميه مرض العصر، لأن السمنة ما بقتش بس مقتصرة كبار سن. شباب، كبار سن، ستات، رجالة، أطفال بيعانوا من سمنة. طب إزاي نقدر نتفادى القصة دي؟ لأن أنا على طول بقول إن السمنة باب كبير لأمراض كتيرة جدا إحنا في غنى عنها، ضغط، قلب، سكر، كوليسترول، دهون ثلاثية. كل الحاجات دي بتبقى من أحد أسباب السمنة. طب إزاي نقدر نجبح الشهية؟ قصة إن أنا باكل كتير يبقى أنا على طول الوقت شهيتي مفتوحة. فأنا شهيتي مفتوحة هاكل. طب إزاي أقدر أجبح الشهية وأقلل شهيتي واكل بكميات بسيطه من غير ما احس ان انا محرومه؟ لا، انا مش حاسه ان انا عايزه اكل كتير، فباكل بكميات بسيطه، فبالتالي بخس بدون حرمان. اهم حاجه ان انا اخس بدون حرمان عشان احنا الشهيه بتاعتنا صعب ان احنا نعملها كنترول، واخس بصحه وبامان. كويس. ازاي اقدر اعمل ده؟ شركه باي ناتشرالز مقدمه كورس كامل، الكورس مرخص من وزاره الصحه المصريه ومن هيئه سلامه الغذاء، وآمن وفعال، وهخس بطريقة صحية. فإيه الكورس ده؟ أول منتج هتكلم عنه اللي بيقدر يمنع لي يقلل لي الشهية، ويقدر يحرق الدهون المخزنة، ويقدر يشتغل على المعدة مش المخ. يعني بيستا الحلو اللي فيه إنه مرخص من وزارة الصحة المصرية، لما باخده قبل الأكل عبارة عن ألياف، هتكلم على الألياف اللي موجودة فيه، باخده على كوباية مية كبيرة قبل الوجبة الرئيسية بنص ساعة. أجي أكل الوجبة الرئيسية، لو أنا كنت على طول مثلا في الغداء باكل محاشي ورز ومكرونة وبروتين فراخ أو لحمة والكلام ده كله وبخلص وحلي، لا، أنا هلاقي بدل ما الطبق كان قد كده يا عظيمة هلاقي الطبق بقى أصغر. فلازم أبدأ ببيستا. بيستا من احسن واقوى المكملات الغذائيه لانقاذ الوزن. بيستا اللي انا شايفاه على ايدي اليمين. ايوه. هي عباره عن كياس داخل بيستا الياف طبيعيه من رده الشوفان، من قشور السيليوم. مهمين جدا ان انا عشان اخس اخد الياف. السؤال المهم بقى، احنا فعلا طريقه التخسيس من غير استشاره متخصص، حد متخصص يقول لنا اللي نمشيها مع نفسنا دي، هي دي كويسه ولا وحشه؟ في ناس بتعمل دايت قاسي جدا، وانا ضد الدايت القاسي جدا. يعني ما ينفعش ان انا عشان اخس اروح حرم نفسي من الاكل. لازم اكل، لازم اكل بروتين، لازم اكل نشويات بكميات بسيطه. مهم قوي البروتين ومهم قوي الالياف. مفيش حاجه اسمها ان انا احرم نفسي من الاكل عشان اخس مره واحده وفجاه الاقي خلاص كريفنج على الاكل فاكل اكتر فاتخن. فده مهم جدا. لكن لو هتكلم على الاستشارات الطبيه بالنسبه لكورس بيستا، اولا
بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، دخله الياف وكروميوم وفيتامين سي، ما فيهوش اي ماده فعاله تتعارض حتى مع اصحاب الامراض المزمنه. كويس. ودي حاجه مهمه ان مريض السكر، مريض القلب، مريض الضغط يقدر يستخدم هذا الكورس بكل امان. وكمان عشان لما اجي اخس مش عايزه ان وشي الاقيه دبلان. يعني تقصدي ان مش كل المنتجات ممكن تدينا نفس النتيجه، لكن حاجه زي بيستا في الياف طبيعيه وفيتامينز وكروميوم امن بس. فانا ممكن استخدمه عادي مع نفسي. طب تنظيم فكره ان هم لما هياخدوه ازاي؟ هل فعلا من خلال الشركه في توجيه بقى من الفريق الطبي ولا بيبقى ايه قصه؟ الحلو يا عظيمه ان شركه بايوناتشرالز عامله فريق طبي كامل موجود عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وبرجع اقول ان شركه بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا. ما عندناش اي وكيل اخر. أوكي. فقط من الارقام اللي ظاهره على الشاشه هو بيستا موجود في الصيدليات، لكن ممكن اخش الصيدليه الاقي بيستا بس ما الاقيش الب مالتي فيت اللي هتكلم عنه. ما الاقيش الكورس كامل اللي انا محتاجاه. تمام. فاللي يقدر يقول هاخد ساشت واحد، كيس واحد او اثنين او ثلاثه يوميا من كورس بيستا ده عن طريق الفريق الطبي لشركه بايوناتشرالز، هو اللي بيتابع الحاله، الدكاتره اللي هناك اللي بيتابع الحاله كل اسبوع. ومهم قوي مريض السمنه اتابعه وجدانيا، اتابعه تشجيعيا، مهم قوي العب على العاطفه بتاعته كمان، لان طول ما في حد وراه ويلاقي نفسه بيتشجع. خس 2 كيلو 3 كيلو في الاسبوع، يجي الاسبوع يعني انتوا بيهموكوا كشركه تعرف كمان طبعًا الفيدباك بتاع العميل عمل ايه، وصل لحد فين. طبعا، لان ده من اساسيات نجاح الشركه بايناتشرالز. اكيد الفريق الطبي هو اللي يقدر يقول له هياخد كام ساشت، لان في حاجه اسمها بادي ماس اندكس اللي هي كتله الجسم، عشان يعرف هو هي لازم هو بقى يوزن ويشوف الدهون قد ايه هو فوق وزنه وطوله والحاجات دي. بالظبط. كويس. وكمان هيطلع مع الكورس قلب مالتي فيت، فيتامين رائع مالتي فيت. طبعا انا هنا شايفه الساده العملاء، دي حالات اهي عملاء عندكم ما شاء الله. بالظبط. بالظبط. تمام. حالات خست على بيستا، وشايفه شباب كمان، شباب كتير. على الرغم سبحان الله، شوفي لما نشوف الفرق قبل الصوره نلاقيه كانه مش محسوس، اول ما نشوفه بعد ما خس نحس الفرق. صح صح كده ولا انا بيتهيألي؟ صح كده. والحلو كمان في الكورس طبعا هنا باين قوي الفرق. الحلو في الكورس ان هيطلع مع الكورس مالتي فيتامين. على طول بقول اي حد بيعمل ده، يعني شايفه الصوره دي عظيمه. لا دي هنا فرق شاسع. هنا يعني كانها سن في عمر، وهنا عمر تاني خالص. خلي بالك الخسسان والرفع بينزل 10 سنين في الشكل. طبعا بيفرق في الشكل. بيفرق. وتلاقي بنات في العشرينات اوفر ويت 50 60 كيلو شكلها عم عادات 30. فالخسسان بيدي ثقه في النفس. صحيح. رائع. طب كلمينا عن الالياف واهميتها للجسم، عشان انت قلت لنا احنا هنتكلم عن الالياف، قولي لنا اهميتها عشان الناس تبقى عارفه، لان ممكن تقول لك ايه ما انا باخده من الاكل الطبيعي. الفرق ايه بقى عندكم في المنتج؟ الالياف مهمه جدا لكذا حاجه. اولا الالياف بتاخد حيز كبير في المعده. كويس. فلما باخد الياف على الميه، فالالياف بتمتص الميه، بتاخد حيز كبير، فالحيز اللي فاضل استقبل فيه الاكل بقى قليل. يعني هنا شرب الميه ضروري مع الالياف. ده اكيد. عشان يديني نتيجه صح. اكيد. كويس. والالياف حلوه جدا للجهاز الهضمي. على طول بقول لا انا لازم الناس الممسكه اللي عندهم امساك كتير على فكرة ومشاكل في الجهاز الهضمي، اللي اخدوا بيستا لقوا ان الانسان حسن جدا جدا، ورده القمح بتاخد فتره في الهضم. فبتقعدي فتره بعد ما بتاخدي بيستا بالست سبع ساعات انت مش حاسه انك جعانه. ده حلو. ودي حاجه حلوه جدا، دي فايده الالياف. وعندي كمان داخل بيستا عندي فيتامين سي. هايل. فيتامين سي الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي قادر على حرق الدهون المخزنه. فانا بكورس بيستا هقلل شهيتي، هقعد فتره طويله مش حاسه ان انا جعانه، هقدر احرق الدهون المخزنه كمان. هايل. وطبعا مع الكورس لازم اقول الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت من احسن واقوى المالتي فيتامينز. ده لان معظم الناس وهي في الدايت بتنزل منها كتير فايت، بتفقدها طبعا، يمكن عشان كميه الاكل بتقل، يمكن عشان هو مش بياخد من كل العناصر اللي هو محتاجها. فاحنا برضو محتاجين ندعمه بالمالتي، اصبح ضروره دلوقتي يا دين. هو يا عظيمه المالتي فيتامين ده للي عايز يخس واللي مش عايز يخس. اصبح ضروره ان احنا نحافظ بيه على نفسنا، ونسبه الفيتامينز في جسمنا ما تقلش. فيتامينز يعني مناعه قويه، يعني تمثيل غذائي قوي، يعني سرعه الايض عاليه، يعني تدعيم الدم، يعني تدعيم الاعصاب. أيوة. يعني قوه عضلاتنا.
يعني كمان قوه عظمنا. فكل الحاجات دي نقدر ناخدها من المالتي فيتامينز. على طول بقول من اهم المالتي فيتامينز اللي موجوده دلوقتي هو البا مالتي فيت. ليه بخص البا مالتي فيت؟ لان البا مالتي فيت دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن اللي جسمي محتاجها افري داي. فيتامين سي انا محتاجاه كل يوم. صح، فيتامين سي خاصة يعني في الشتاء احنا بنحتاجه اكتر كمان. جدا جدا حقيقي، مناعه قويه جدا ونسبته عاليه 500 ملي جرام. يعني ممتاز يعني وكمان مع الناس اللي بتخس بشرتها ما ينفعش انها تنزل تقع. الفيتامين سي مهمه قوي كمان لانتاج الكولاجين والتعزيز الحديد، ده فيتامين سي. عندي فيتامين اي، فيتامين اي انتي اوكسيدنت من الدرجه الاولى، بلس ان فيتامين اي مهم جدا للبشره. هايل. عندي داخل البا مالتي فيت كل مجموعه فيتامين بي، دي هايله طبعا. يعني في حاجات في السوق محترمه في كمالتي فيتامين، لكن صعب ان انا اجي اشتري مالتي فيتامين عايزه كل عائله فيتامين بي الاقيها. مش هلاقيها. لا طب قبل ما نستكمل على البا مالتي فيت خلينا معانا مداخله، معانا شيماء ليها تجربه مع بيستا. اهلا بيكي يا شيماء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، اتفضلي. الله يسعد قلبك حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه شيماء، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا 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 بان انا اول ما شفت حضرتك. طبعا حبيبتي والله العظيم خدت ثقه جامده جدا، مع ان يعني انا عايزه اقول لك ان انا كان عندي احباط شديد جدا. الاحباط ده كان فوق العاده ان انا ممكن اخس. ليه يا شيماء؟ انت جربتي حاجات مثلا وما كانتش؟ والله يا دكتوره اقسم بالله حتى كمان اتبنت مع دكتوره مختصه ومشيت معاها، صدقيني احبطتني جدا. لو كنت عملت اي حاجه غلط كانت بتحسسني ان انا رجعت مليون سنه ورا. طب قولي لي انت بداتي كورس بيستا بقالك قد ايه؟ بقالي 45 يوم وخسيت 12 شهر ونص. ومتابعة مع الفريق الطبي في الشركة طبعا. والله العظيم احسن فريق طبي. انا عايزة اقول لك ان انا مش بتابع معاهم كل اسبوع، ده انا يوميا على الله. وبصراحة يعني اجمل دكتورة طبعا، او الدكاترة اللي عندكم، بس في دكتورة بجد هي اللي ماشية معايا دايما دايما دايما. وبتديني ثقة، زائد ان انا الحمد لله ما بقتش بجوع. طب الحمد لله دي حاجة كويسة جدا. لا والله بالليل انا عايزة اقول لك ان انا بالليل ممكن كان اليوم كله يفرق معايا ان انا ما اكلش، وبالليل بالذات اللي كنت تاكلي. دلوقتي الحمد لله انا كنت الاول خالص ماشيه على 3 اكياس بسه. دلوقتي بقوا 2 ومرتاحه راحه جديده، وفي فرق معايا في الراحه وفي الجايه، وان انا حتى كل اللي بيشوفني. طب قولي لي الفرق وانت مليانه واوفر ويت، وبعد ما استخدمتي كورس بيستا والقلب مالتي فيتامين حسيتي شكلك، المود، الطاقه بتاعتك ايه؟ ما بقعدش على فكره، حرفيا ما بقعدش، انا مبسوطه. يعني عارفه انت لما بيكون عندك ثقه بنفسك كده غير ان انت كنت محبطه. صح. لا ده انا هتشقلب دلوقتي. طب حلو يا شيماء، انا مبسوطه قوي قوي ان الكورس عجبك. ان شاء الله انا عايز انزل ال 60 كيلو، انا كنت من 101 لدلوقتي نازله 12 كيلو، وان شاء الله ال 60 كيلو مكمله معاكم باذن الله. كملي استمري، يعني مش عايزين بعد ما خسينا نرجع كيلوهات. لا خالص. واستمري مع الفريق الطبي في شركه باي ناتشرالز عشان يمشيك على كورس التثبيت بتاعنا. والله لحد امبارح انا عايزه اقول لك ان انا اصلا ما فيش نظام غذائي، ده انا كل حاجه باكلها، ودي احسن حاجه بتريحك. ان انا مثلا حتى لو شكيت ان انا خدت حاجه زياده، لا الدكتور بتقول لي لا خالص، واحسن حاجه فيك ان انت عارفه هي كمان مدياني ثقه بنفسي تخليني ان انا يعني ممكن اجيب الصخر بصراحه. هو الحلو انك انت تاكلي كل حاجه باعتدال يا شيماء. لا الحمد لله باكل كل حاجه والله حبيبتي. الحمد لله في البيت كل حاجه. وميرسي على مكالمتك، يعني اسعدتيني جدا، اسعدتيني جدا جدا يا شيماء، ومبسوطه قوي انك خسيتي، وبتبسط قوي بالذات مع البنات لما بلاقي قد ايه الفيدباك بتاع الشركه بتاعتنا حلوه. والبنات قدروا يخسوا لان هي سنها صغير، حرام تبقى فوق ال 100 كيلو. ومن صوتها شفتي عظيمه. لا وهي هي الطاقه، هي يعني عارفه هي العمل النفسي مهم. هي عشان لقت نتيجه. أيوة. اسعدتها. صح. فضروري هتكمل. صح. نشكرك. صح. طبعا يا شيماء. عايزين نتكلم عن الناس اللي عندهم حرق ضعيف. يعني المشكله دي عندهم قائمه، وساعات بتاثر عليهم وهم بيعملوا الدايت او بيحاولوا ينزلوا باي انظمه حتى لو كويس. ناس كتير برضو اكيد بتعاني من ضعف الحرق. بيحتاجوا، ممكن تبقى اسباب وراثيه، ممكن تبقى، وخلي بالك الراجل بيحرق عن الست، يعني الحرق عند الراجل اكتر من حرق الست، لان الست عندها الكتله الدهنيه
اعلى من الكتله العضليه، فانا طول ما انا هو عندي عضل بحرق اكتر. ايوه صح. ممكن كمان انا محتاجه فيتامينز زي فيتامين بي، فيتامين بي هو اللي بيعلي لي جدا معدل الحرق. وكمان لازم اقول ان الشركه مطلعه الجرين كوفي، ما ده بقى هنتكلم عليه لازم. بس اسمحي لنا ناخد حاله مين معانا. ابراهيم، نشوف حاله ابراهيم ونستكمل عشان لازم امخمخ معاكي في القصه دي. اسمحوا لنا ناخد حاله ابراهيم نشوف كده تجربته كانت ايه. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا كنت ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. حالة لطيفة برضو من الشباب، يعني الثقافة ما بقتش بس للبنات، بقت ما شاء الله كمان للشباب طبعا. نرجع للجزئية الناس اللي عندهم مشاكل في الحرق، عالجتوا القصة دي في المنتج بتاعكم ازاي؟ من أحسن الحاجات اللي بتقدر تعلي معدل الحرق، لو هتكلم على الفيتامينز، هو فيتامين ب المركب. فيتامين بي كومبلكس بجميع أنواعه، ليه كذا حاجات من الأعصاب بتبقى كويسة، حاجات بيقدر فيتامين بي يدعم الدم، بلس ان فيتامين بي هو اللي مسؤول عن التمثيل الغذائي او سرعه الحرق، لان هو فيتامين بي هو اللي بيقدر يحول لي الاكل اللي انا باكله لطاقه بمعادلات كيميائيه كده بتحصل في الجسم. بلس يبقى انا عندي فيتامين بي، طب انا فين الفيتامين بي ده؟ موجود في قلب مالتي فيت. لا خلينا نحكي عن الكروميوم، انا عايزه اتكلم عن جزئيه الجرين كوفي والكروميوم. الكروميوم كمان الكروميوم موجود في بيستا. في بيستا ما انا بتكلم عشان الناس اللي هتاخده وعندها مشاكل. ما انا عندي كذا حاجه بتساعد لي على معدل الحرق، يعني داخل الكورس. اوكي، الكروميوم اللي داخل بيستا وفيتامين بي اللي داخل قلب مالتي فيت، والجرين كوفي برضو منتج بيطلع مع الكورس. الكروميوم من اكتر الحاجات اللي مسؤوله عن حرق الدهون وسرعه معدل الايض، بلس ان الكروميوم كمان بيقدر يظبط لي مستوى السكر في الدم. يمكن مريض السكر ساعات دكاتره البطنه يكتبوا له فيتامين سي او سوري فيتامين بي وكروميوم، الكروميوم بيقدر يعلي لي معدل الحرق. فاوريدي الناس اللي عندها حرق بطيء هيقدر يتفادى الموضوع ده وهيقدر يعلي معدل الحرق بكورس بيستا من انتاج شركه بايو ناتشرالز. وبرجع اقول ان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لمنتج بيستا، فنقدر نستفسر او ناخد الاوردر عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه او صفحه بايو بيستا بتاعه الفيسبوك، كمان نقدر نستشير الصفحه او نعمل الاوردر او نستفسر عن اي منتج من منتجات شركه بايو ناتشرالز. طب قول لنا الكورس الخاص بيستا مناسب لكل الاعمار، يعني صغيرين كبار شباب، ولا من عمر كام ممكن نستخدمه لو لاطفالنا؟ ممكن استخدمه من عمر 12 سنه، ما فيش اي مشكله. كويس. لغايه كبار السن، حتى اصحاب الامراض المزمنه ما عنديش اي مشكله وامن ليهم جدا. طيب نستكمل بقى عناصر الفا مالتي فيت اللي احنا اتكلمنا عن مجموعه فيتامين بي وقلنا ان هي ما بتبقاش موجوده في اي منتج، كلها كمجموعه. صح. نستكمل بقى عشان برضو عرفنا ان المالتي فيتامين موجود في ايه مع كورس بيستا مع الجرين كوفي، يعني هنعرف بقى وانواع الكورسات. اوكي. قلب مالتي فيت زي ما انا قلت بيحتوي على كل عيله فيتامين بي، بيحتوي على فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، وقلت فيتامين سي مهم في ايه؟ بيحتوي على الزنك. الزنك هو الاعلى تقريبا في الزنك عندكم 23.9 يعني مقارنه بمالتي فيتامينز ثانيه يعني. بالظبط. الزنك مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم، مهم لاي خليه عندي بتتجدد. ايه الخلايا اللي بتتجدد؟ الدم، الشعر اللي بيقع وبينتج شعر تاني، الضوافر، فهو مهم لكل العمليات الحيويه وكل الخلايا اللي بتتجدد، ومهم للمناعه جدا، وكلنا عارفين طبعا وقت المناعه لازم ناخد فيتامين سي وزنك مع بعض وكوبر النحاس. ما ينفعش اخد فيتامين او زنك وامشي على مدى طويل بزنك من غير نحاس، لان النحاس هو اللي بيشغل الزنك. كويس. واوريدي النحاس كمان موجود
داخل ألبا مالتي فيت، عندي داخل ألبا مالتي فيت كمان معدن الكالسيوم. احنا عارفين الكالسيوم مهم قوي 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 لتدعيم عظمنا ولتدعيم عضلاتنا. يمكن ناس كتير مش عارفه ان الكالسيوم مهم لانقباض عضله القلب، والكالسيوم مهم للشعر، والكالسيوم مهم للعظم. اوريدي ألبا مالتي فيت داخله كالسيوم، داخله فيتامين بي، داخله فيتامين اي المضاد للاكسده. وطول الوقت بقول احنا لازم نمشي على انتي اوكسيدنت. ايوه، جسمي بيتعرض للاكسده يوميا من حاجات كتيره جدا. فازاي اقدر امنع الاكسده واقلل الالتهابات اللي هي بتبقى نتيجه الاكسده؟ من اهم واقوى الفيتامينات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى كداعم لعدم الاكسده هو فيتامين اي. كويس. وفيتامين اي موجود داخل ألبا مالتي فيت. فاعتقد ألبا مالتي فيت، ولازم اقول اطمن كل الناس انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء المصريه، وبيطلع مع كورس بيستا كمان. هي واحنا لو عايزينه لوحده موجود في الصيدليه، وليهم كود كمان بيطلبوه الصيادله وبينزل، وكل حاجه بيطلبوه من خلال لو مش موجود في صيدليه جنبي مثلا، وممكن يطلبوه اونلاين. ممكن يطلبوه الناس، ممكن في ناس كتير مش عايزه تخس بتتفرج علينا، بيضربوا ألبا مالتي فيت لوحده اونلاين، مفيش مشكله. الجرين كوفي فكره حلوه، لان انا شايفه من المشروبات الشتويه برضو المهمه، احنا بنشرب مشروبات شتويه، فممكن برضو يبقى في حل. بس انا نتمنى انكم تعملوها لنا، فيها فليفرز لطيفه، ويعني خلي بالك بيستا اصلا طعمه حلو قوي. لا ما انا عارفه طعم التفاح حلو قوي. بصراحه طعمه يعني مستساغ حتى للاطفال، للاطفال، فما حدش هيتضايق منه خالص. وبحطه على كوبايه ميه كبيره، اهم حاجه ما احطوش على عصاير فيها سكر يعني. لا من غير سكر، احنا متفقين. وبالنسبه للاطفال امن ويستخدموه عادي. مع الوقت لما بنوصل للوزن اللي احنا عايزينه، بيبقى بيستا بنقف معاه في كورس التثبيت، بنعمل ايه؟ الفريق الطبي هو اللي بيطلع كورس التثبيت، بيبقى ساشة واحده او اتنين بالكتير قوي في على حسب بقى خاص احنا محتاجين قد ايه بالظبط لفتره. ده عشان ما ارجعش اتخن تاني. ناس ما عندهاش قوه اراده، ممكن بعد ما تخس، ان احنا ما عملناش جراحه، ما عملناش قص معده، احنا دخلنا في المعده الياف، هي الياف هي اللي بتنفش. لكن لما اجي اوقف الكورس بعد ما خسيت، ممكن المعده ترجع لحجمها الطبيعي، فاستقبل اكل زي الاول. فاوريدي شركه بايوناتشرز مقدمه كورس تثبيت، فبنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والفريق الطبي هو اللي بيشرف على حتى كورس التثبيت بتاعه. انا مبسوطه من موضوع الفريق الطبي، لان مهم جدا ان حد يتابع، ان واحد يلاقي حد يتابع معاه وفعلا يساله ويجاوبه. ولو لا قدر الله مثلا عنده عزومه، عنده مناسبه، عنده غلط، ما اكل حاجه عك يعني، في الاخر ممكن يلاقي حل. صح. في الاخر صح كده؟ طبعا يعني. دي حاجه جميله طبعا جدا يا دندونه، وانا يعني اسمحوا لي طبعا في الـ يعني دينا بقالي كتير، حبيبتي دكتور دينا ابو السعود، انا بشكرها جدا ومبسوطه ان هي معايا النهارده، وهي المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرز. نورتيني وشرفتيني. حبيبتي عظيمه، انا اللي مبسوطه لانه في حاجات اصبحت منتجات لشركات محترمه آمنة، نقدر نستخدمها لأطفالنا وللناس اللي حتى عندها أمراض مزمنة. كان زمان ما كانش فيه ده، ما كناش بنسمعه كتير. صح. فأنا مبسوطة من ده جدا، بشكرك جدا يا دندونة. وبشكر طبعا كل أصدقائي متابعيني الكرام، شكرا جزيلا لحسن متابعة حضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي لبرنامج مهارات عظيمة. أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.